طوله 181 كيلو متر. احنا كده خلصنا الجزء سيدمنت ريكفر اللي ناحية الريد سي، ودينا داخلين في البيزمنت. هنفضل ماشيين لغاية ما نطلع من البيزمنت عند الكيلو 101 من القصير، هنطلع في الغطا الرسوبي ناحية الغرب. يعني احنا دلوقتي في قلب البيزمنت، سيبنا الرسوبيات اللي هي يعني مايلة على البحر، وهندخل بعد كده على الرسوبيات اللي رايحة ناحية الوادي. هندخل ان شاء الله بعد حوالي 20 كيلو كده على مجموعة اسمها مجموعة ابو زيران جروب، ودي تعتبر الطيب لوكاليتي للجرانيتات القديمة اللي بيسموها الاولدر جرانيتويد. وكلمة جرانيتويد، الجماعة اللي بيضحكوا ورا، كلمة جرانيتويد دي بتشمل جرانودايرايت والداسايت والادمالايت والمنزولايت والترونجومايت، كل الجروب زي بنسميها الجرانيتويد اللي هي الجرانيت ومتشابهاته. دي الطيب لوكاليتي بتاعتها اسمها ابو زيران جروب. وزي ما ذكرنا قبل كده ان الاولدر جرانيت دايما لو ريليف، يعني التضاريس بتاعتها واطيه، وويزرد يعني متعريه، واحيانا بتكون ديفورمد يعني متكسره. انما الجرانيتات الحديثه اليانجر بتكون هاي ريليف، عامله ردج او قمم او سلسله جبليه. يبقى عند الكيلو 59 من القصير تكتب كده مجموعه ابو زيران، وبين قوسين عند الكيلو 122 من قفط، وقفط دي مركز تبع محافظه جنة على بعد 18 او 20 كيلو جنوب المحافظه نفسها. زي ما ذكرت كل ما اكتب مسافه اكتب الاثنين، 59 من القصير اترحم ال 181 يبقى 122 كيلو متر من قفط. دي اول مجموعه هنشوفها ان شاء الله. بعديها عند الكيلو 67 من القصير هنلاقي كونتاكت بين هذه الجرانيتات وبين الشيست، وعند هذا الشيست المنطقه دي بتسمى ابو فناني شيست. يبقى ابو فناني شيست دي عند الكيلو 67 من القصير، يعني كم من قفط؟ اطرح ال 67 من 181 يبقى بين قوسين عند الكيلو 114. دي فيها منجم اسمه منجم التلج، دي فيها منجم اسمه منجم ابو فناني شيست. والشيء التلج شيست ده في خامة التلج موجودة في صخور الشيست، بيحشوا طبعا التلج ده ويروحوا يودوه لشركات الأدوية ويعملوا منه ايه؟ بودرة التلج. وده زي ما ذكرت في مستحضرات التجميل، زي ما ذكرت دي اللي هو التداوي بالأحجار، يعني ربنا مش خلقها بس كخامات، لا ده بتستخدم كخامات ومواد بناء وديكوريشن ودواء كمان للي عايز يتعالج. بعد كده هتبقى فيه لفه عند وادي اسمه وادي السد. وادي السد ده اللي هو جنوب اللي فيه المنجم بتاع الفواخير، اللي هو قبل الاستراحه بتاع الفواخير. وقبل ما نوصل هذا الوادي اللي هو وادي السد، فيه على الشمال هنلاقي حاجه اسمها ام سليمات ميتافولكانيك. وبعد كده نيجي واصلين ان شاء الله ده المحطة لغاية الفواخير. قبل ما نوصل الفواخير وشمال ابو فناني على اليمين هنلاقي قمة جبل عالية، هايلي ماونتين سيركولر، زي جبل معلق كده، هي بتسمى معيتك دوم، قبة معيتك، ودي احد صخور البري بان افريكان. يعني طريق قفط القصير ده اعظم بروفايل في البيزمنت.
زي ما عملنا بروفايل في السيدمنت. احسن بروفايل بيمر من بداية البيزمنت من ناحية الايست لغاية الويست هو طريق جفت القصير. وزي ما انت سمعت المعلومات عنه هو من اقدم الطرق في الصحراء الشرقية. احنا بدينا بطريق الشيخ فاضل راس غارب، وبعد كده عدينا على قنا شفاجة، وبعد كده دينا جايين من قفط القصير، وامبارح كنا فين؟ في ادفو مرسى علا مرود، والريد سي كوست ماشي كله ايه لغايه حلايب وشلاتين، والرصيف او الاسفلت بتاع الوادي بتاع طريق الغردقه او راس غارب لغايه حلايب وشلاتين ده ترصف سنه 1962 اثناء تمهيد لحرب اليمن. لما مصر راحت ساعدت اليمن في الحرب بتاعتها كان هو ده بداية رصف الطريق اللي ماشي مع شاطئ البحر الأحمر. وقبل هذا التاريخ كانت عبارة عن تلال وجبال ووديان، ما كانش الناس بتروحها إلا بالجمال لأن ما كانش فيه أي طرق ماشية قبل سنة 62. يبقى احنا عين عندنا هنقابل منجم التلج في أبو فناني، وشماله على بعد 2 كيلو هنلاقي قبة عالية كده هي دي اسمها المعيتك نايس دوم. معيتك ده اسم الجبل، ونايس اللي هو التركيبة بتاعته اللي هي صخور النايس اللي جاية من صخور جرانيتية بنسميها الأورسو نايس. ده باختصار شديد اللي على يمينك وشمالك لغاية ما نوصل لمنجم الفواخير.